بحيث انه ما يقولناش مراجع للشخص ما يستخدمون الم الحديث وغنى الجامعة في ايام العيد ياخذ فقط بين الايدين وهذا الشيء نشجل به احنا خصوصا للمسلمين هاي الفقره يقول ليش هم العلماء ما طوروا كذلك ما يستخدمون مثلا ما يسكوا خلال يشخصون ظهور الهلال او يوم العيد او الخميس ولا ما ما فكرت وبالفعل هم قادش وخاصة خصومة أفهمت يعني أفهمت الخطأ في كثير من المواقع وأنه قليلا ذلك أنا شخصيا كان ثمان سنين قبل ما يطلع من العراق وعلى نجمي ثلاثة أيام وكان هو هو رئيس القسم مع الكبيرة الحميد السعودي في مسألة عن الراسين وعن ما ينبغي أن يكون وعن الهلال أي موقع يمكن أن يرى وأي موقع لا يمكن أن يرى وحديث مفصل وبالآخرة أخذت من أمر ورجعت من أمر حاولنا وبالنتيجة هم هو طلع مو معضي طلع مغلوب من الحديث اللي احنا بيناه لوجهة نظرنا الشرعية وبالآخرة هو كانوا جماعة الدكتور حسين محفوظ كانوا يا جماعة المحترمين من أهل الثقافة المثقفين يعني كانوا جايين لها وعلاقتهم بطريقة فأنا والآخرة حسين محمود كان خطاب إلي يكون حتى عقيد يعني بعد ما خاطبت يعني خطيبي النجم اللي هو طلع كلام يعني مردود وعلى مستانس لأنه كان يشوفون أن واحد من أهل الحلول أفهم من بكي حديث هذا القول بعد هذا أمر لنا تقول كراسة الشيخ عن من أهل الحديث جامعة وعاملين جامعة جرى الحديث اول ما اجتمع به ابن سيد العزي ذات الى حول الموضوع وفهم وجهه نظري الشرعيه وبعد هذا من اجل لي ذاكرنا فهمت بان احنا عندنا موازين شرعيه معينه هاي الموازين في البدون حملوها كان يوم وانا ويا حديثي ويا اولاد الدكتور هو استاذ بشو العلماء يا علماء ورجع انا استاذ ومتلف انا جالس عنده مثلا في كل يوم بلقي ابنه رسم البريطاني أدنى تعليمات يعني تعريف عن الهلال أن أدنى رؤية عن الهلال عن وضع الهلال عام مو رؤية شرعية رؤية شرعية تابعة له لكنه حكم شرعي تابع له وهي لكنه الوجه العام يعني لا قابل أن يرى أو دائرة فإحنا عندنا أدنى عندي قريب الآن إجاني مفسر من بعض المنجمين ومن بعض أهل الفلك في مبنى تقول مفصل عن وضع الهلال في شهر رمضان يتعلق اربع صحائف خمس ست صحائف ثمان صحائف فيما يتعلق بالهلال وعندي ايضا كما يقول ذاك الحديث كان عندنا الفلك اللي يمكن يمكن السيد السيستاني عندها من يودي لنا معلومات اعتبارات الفلك في قوم كان يودي وعندنا كتب يعني في الاردن اسم الراس يتعلق بها مو تلقين الموضوع ولا تلقين قلب الحديث لكن قلب الحديث نقارن بمعلومات شرعيه ليش اخوان يطلع عن المعلومات الشرعيه؟ فاسالك اسال الدور الجماعه يمكن يمكن تحديد الهلال الذي يراسل تحديده بدقه منك كنتم في عمركم ان شاء الله.